السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. جو بونس غبرت عليكم شويه ياكو، مي الحمد لله. يعني لي فيديو تبارك الله ما شاء الله، واخا الناس باقا عندنا لاشين صغيره والناس قلالين اللي كيشوفوا لي فيديو، مي كلهم ما شاء الله عليهم ديولنا، كليان ديولنا، يعني ماشي مشاهده وما كيتقداوش، اغلبيتهم تبارك الله ما شاء الله كيتقداو. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه. شكرا لكم مره اخرى على الوفاء ديالكم وعلى الثقه ديالكم فينا. بوغ سا ضروري ضروري دائما غادي نجيب لكم الجديد، شي حاجه توب، شي حاجه اللي ما دايراش وبثمن جد جد مناسب البنات. شوفوا معايا هاد سكاربا، شوف واش محطوط في شي بلاصه. اخر ما كاين في لي سكاربان البنات هذا بالسيربون، شوف كاين نوار، هذا نوار، وكاين هاد السيربون بهاد الميلونج بين البيج والنوار والمارون بحال الحنش سيربون. شو شوفوا الطالون كيفاش داير، اخر ما كاين في لي طالون، ديزاين توب البنات، لا في لا كاليتي لا في الشكل، والثمن ثمن مناسب. شوفوا كنحاول نجيب لكم احسن ما كاين، وميم طون ندي معكم واحد البركه قليله باش هكا نتوما دائما تقداو، دائما تلبسو مع راساتكم، وتنتوما تلبسو اخر ما كاين. هاد ديزاين البنات غنحسبو لكم ب 230 درهم، 4600 ديزاين اللي اقل ثمن باش ممكن تلقاوه 350 درهم. وشوفوا راه ديجا قلت لكم هاد الفيديو غادي نلبس لكم هاد لي زارتيكل، وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجيو، راه خرج لي 41 راه لباسين. المهم البنات خليكم معايا باش نوريكم هاد الديزاين كيفاش كيجي ملبوس. ها انتم البنات شوفوا لي الصباط كيفاش كيجي في الرجل، شو واعر البنات، والله الا واعر وكونفورتابل. شو بلاتي نوقف باش يبان لكم اكثر، ها انتم كنحاول نقرب التليفون لرجلي باش هكا يبان لكم مزيان في اللبسه ديالو، وتشوفوا التفاصيل كامله والديزاين كيفاش كيجي ملبوس. وراه ما نعاودش لكم زعما راه مريح وبزاف، واخا تكوني ما عمرك مشيتي بالطالون ما تلقايش بروبليم، هانتوما ما تلقايش مشكل فيه، ديجا طالون عريض شاد في الارض وفي نفس الوقت مريح كونفورتابل. ايوا ندوز معكم الجديد اللي مازال باقي عندنا في هذا الفيديو، ما تمشيو فينا البنات، كملوا لا فيديو حتى الاخر، مستحيل شي حاجه من هاد لا كوليكشن ديال اليوم ما تعجبكمش. وغندوز معكم البنات لهاد الديزاين، حتى هو سكاربان، بزاف 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 اللي موصيني على هاد السيل ديال لي زيسكاربان بهاد لا بارتي ترونسبارون. ديجا تبارك الله ما شاء الله البلا ديالهم قولوا صافي كمل، ما بقاش عندي فيه بزاف، بقات شي حاجه قليله، وبزاف منهم البنات اللي داوه قالوا لي ما كرهناش حتى في الطالون. بوصا جبتو ليكم باش تبقاو على خاطركم، واي حاجه بيان سيو بغيتوها تلقاوها متوفره عندنا في مغازان كونفور اند اليغونس. هانتوما البنات هذا ديجا داخل فيه الكروكو، شو الطالون يا سلام، ديجا لا مارك ديال ستيفان، هادي راه كنجيبها لكم بزاف، السلعه ديالها زوينه ديال فرنسا. ها نتوما لا سيميل كيفاش دايره اون بيج، هذا فيه هاد الكراميل واعر، انا كيسطيني هاد اللون، شو سيربون، شو كراميل بسيربون وفيه نوار، وحتى هو غادي تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. ديجا ها نتوما راه لبستو لكم، شو كيجي واعر البنات، واش صراحة مريح حتى هو وبزاف. وقولوا لي وخليوا لي رايكم كيفاش جاوني وشنو اللي عجبكم اكثر بيان سيغ. شو وغندوز معكم البنات وغنوريكم واحد لا كولور، واحد ماشي كولور، واحد الميلونج ديال لي كولور في هاد ديزاين خطير، صداع الراس البنات، خليكم كملوا لا فيديو وما تمشيو فين. تاتاتان شوفوا البنات، شوفوا لي الصباط كيفاش داير، شوفوا لي السكاربا واعر واعر بزاف، عرفتي ميلونج فن.
خطيرة البنات. قولوا ما مبرعاكمش صحاب الطالون اللي كيقولوا يا ياسمين حقرا لينا ما كتجيبيش لنا الطالون. ها الطالون البنات على زي سكاربا، على ديزاين ديال صداع الراس. غنبقى نقول لكم اليوم صداع الراس، ما غنبقاش نقول لكم هوت جام اليوم. هاد الحلقة شوف صافي، وليت كندير لكم مسلسل انا هنايا في هاد لاشين ديال كونفور اند اليغونس. هاد الحلقه هادي غتبقاو تسمعوا غير صداع الراس، وحتى هو بيان سيغ هانتوما البنات باش تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. يا سلام، واعر واعر. ودائما كنعاود نذكرك لا بوانتور 41 هادي اللي كتشوفوا، يعني تبارك الله صحابات 6 و 7 و 8 راه غيجيكم بيان سيغ احسن مني. شو مي بزاف البنات كيقولوا لي ياسمين واخا كتلبسي 41 ما كتبانش في رجلك. ما عرفتش مع انني انا كنحس برجلي كتبان 43 ماشي 41. ونقول لكم البنات بالنسبه للثمن هذا وهادو كاملين كيبقاو ب 220 درهم 220 درهم البنات، ولي بوانتور ديسپونيبل من 36 ل 41. نقلبوا لكم كثر باش يبان لكم مزيان كيفاش كيجي. ها انتم شو واعر واعر بزاف، شي حاجه طوب. يا سلام، وندوز معكم مازال باقي الخير، باقي مازال ما يتشاف هاد لا فيديو. وندوز معكم البنات لهاد ديزاين، حتى هو سكاربان سامبل فيرني في البيج وفي النوار. هادو ديجا راه كنجيبهم دائما ما شاء الله مطلوبين سامبل، وهاد لي كولور ديجا ستوندار يعني كيمشيو مع كلشي. اي وحده كتلبس الطالون يعني ضروري كتبغي يكون عندها سكاربانا في البيج وفي النوار، سيرتو لو بيج. يعني لو بيج بحال قلتو لا باز، ديجا الناس اللي هما انتريس غادي يفهموني. وبالنسبه للطالون البنات راه ما عاليش بزاف، شو وطالون ان بو بوانتو ولكن راه ما عاليش، تقريبا هذا غيكون واحد 8 سنتيم. نقارنو مع الطالون الاخر، حتى هو شو حتى هو راه ما عاليش بزاف. شو هاد لي زيسكاربان كاملين يعني بوغ مو راه دومي طالون، يعني نورمالمون الطالون كيتعتبر من 12 سنتيم للفوق. هادو ديجا راه قل من هاد العبار، يعني هادو راه دومي طالون بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعني هاد لي زيسكاربان ما يكونوش عاليين بزاف. ها هما ديسپونيبل عندنا في الباكازان. وبالنسبه للثمن البنات ديال هذا كيبقى 200 درهم 200 درهم. هذا ديجا ديال هاد لامارك ديال ايديال شوز، زوين بزاف، وتا هو بيان سور كيجي انيق في اللبسه. بالنسبه لهذا جاتني فيه غير 40، حتى هذا البنات الكارونتيان ديالو من قيسه جاتني وافيه غير 40، حيت كاين لي ديزاين هكا اللي كتكون لا فورم ديالهم وافيه، وكاين لي ديزاين اللي كتكون لا فورم ديالهم صغيره، وكاين اللي كتكون نمره نورمال يعني النمره اللي كتلبسو ديما. بالنسبه لهذا انا كنلبس يعني بين 40 و 41، في لي طالون كنفضل 41 باش رجلي تبقى مرتاحه، يعني واخا كتمشي بيه وطولي بيه الطريق ما يدبركش. بوغ سا كنفضل ديما ناخذ نمره زايده، وديجا افضل يعني كنلقى فيها راحتي وما كتخرجش لي من رجل. قلت لكم بالنسبه لهذا الموديل ديجا جاتني فيه غير 40، يعني ما محتاجاش نزيد نمره. وبالنسبه للثمن ديجا قلت لكم 200 درهم، ولي كولور ديسپونيبل نوار والبيج. وبالنسبه لهذا حتى هو هانتوما باش تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. هذا راه يا سلام ديجا ابيابل مع كل شيء البنات، يعني جين جلابه اي حاجه عبايات ميم في المناسبات بيان سور يتلبس. هانتوما بلاتي باش تشوفوا كيفاش كي باش يبان لكم كثر. هانتوما شو هانتوما وقولوا لي عجبكم، يعني عجبكم هاد لا فيديو بهاد الطريقه وبغيتوا يعني كاع لي زارتيكل اللي نبقى نجيب لكم تشوفوهم بحال هكا ملبوسين، مرحبا بيان سيغ ما عندناش مشكل. وندوز معكم البنات لدي زوتر ديزاين، خليكم معايا ما تمشيو فين. وبالنسبه للعشاق ديال لي زيسبا ولي بالغين ما نسيتكمش بيان سيغ، ضروري تنسوا نجيبو لكم الجديد. جبت لكم هاد الديزاين هذا لاكثر من رائع البنات،
واللي كونفورتابل وخفيف لواحد الدرجه ما تصورش. هاد لارتيكل هادي انا عارفه بلي بزاف منكم اللي كيعجبهم هاد السيل وكيبغيوه، انا وحده منكم بيان سور ضروري بياسي. ديجا البنات كيعرفوني عارفين كو كنبغي هادو، يعني كنرتاح فيهم بزاف سيرتو هنا في المغازان في الخدمه، كونفورتابل البنات. دابا انا كنهضر معاكم ولبست هانيت باش نوريها لكم ملبوسه بحال ما لابساش. هادي البنات هانتوما ديسپونيبل اون بلون سامبل بهاد لي زاستراس هذا اللي هنايا. شوفوا معايا لا فينيسيون ديال لارتيكل كيفاش دايره، شوفوا معايا الفينيسيون، شوفوا هنايا شوفوا هاد البارتي هادي ديال السيور كيفاش خادمينها ليكم. راه كمين كنقول لكم راه كنجيب لكم شي حاجه هوت جام، راه هوت جام. وكاين البنات هانتوما البلون فيه هاد ديزاين هكا بالنوار، شو وكاين عندنا النوار نوار كامله، ولا سوميل حتى هي هكا بلا زاستراس. شو فنه فنه البنات. وبالنسبه للثمن البنات هذه كتبقى 170 درهم. هذه بتي بان وشوكولا، يعني ضروري اي وحده اي امراه خاص تكون عندها هذا لارتيكل، يعني ضروري غادي تحتاجيها وضروري غادي تلبسيها ومع كل شيء كيف كنقول لكم. يعني هاد لي بالغين هكا كيتلبسوا سبور، كيتلبسوا مع الجلالب، مع الخمار، مع اي حاجه. دابا راكم ديجا عارفين هاد لي زيسبا كل شيء الناس ولات كترتاح فيهم وكل شيء الناس ولات كتبغيهم وكتاخذهم. وها هي البنات كيف قلت لكم، شوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله، فنه 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 فريمون حمقتني، واعره بزاف، مريحه البنات والله الا بحال ما لابساش. ديجا انا عندي بروبليم هاد اليامات، ديجا قلتها لكم هاد الصبع الصغير ما شكيت عليكم باقي كيضرني. يعني قليل هاد لا بيريود فين كنلقى شي حاجه اللي ارتاح فيها. ديجا راه حطيت على البالغين اللي خديت الاخرى الزرقاء، وتا هادي الصراحه يعني بالنسبه لهاد الصبع اللي باقي دارني ما حسيتش به كاع فيها. هانتوما شوفوا 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 شوفوا. ونكمل معكم البنات ومع اخر موديل، خليكم معايا وندوز معكم البنات مع اخر موديل عندنا في الجديد ديال هاد لا فيديو. هو هاد الموكاسان، هاد الموكاسان اوندا سامبل فيه هاد الديزاين هذا. شو ديجا هذا هو ديال فرنسا، لا سوميل ما نعاودش ليكم توب. لي سوميل البنات انا كنركز عليهم بزاف، يعني في السلع اللي كنبغي نجيب ليكم كنركز على لي سوميل انهم يكونوا خفافين ويكونوا كونفورتابل في اللبسه. ونقول لكم واحد القضيه، بزاف الناس كيجيو عندي كيقولوا لي ياسمين بغينا السميله تكون رطبه. لا البنات، السميله اللي كتكون ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، اللي كتكون رطبه يعني اللي كتهوى بيك راه ماشي ميديكال، راه ماشي صحيه. لا سوميل اللي صحيه خاصها تكون قاصحه، وميم طون مين كتحط عليها رجلك كتحسي بالكونفور وكتحسي انها من الفوق خاصها تكون من هنا تكون رطبه مبره، ولكن هاد لا سوميل اللي لتحت خاصها تكون عامره. معرفتش واش فهمتوني ولا لا، ما تكونش خاويه باش الرجل ما تخواش بك. يعني الصندال ولا الصباط من تكوني لابساه هاد لا بارتي تحتاني خاصها تكون شاده، ما خاصهاش تخوى بك الرجل. نتمنى ان الشرح ديالي يكون وصلكم، ونكمل معكم مع هاد الديزاين هذا. ديجا البنات انا حاولت يعني نجيب لكم موكاسان اللي فيه هاد الالوان، حيت ديجا لي ديزاين اللي جبت لكم قبل من الكونفينمون ما فيهمش. وبزاف د البنات كيقولوا لي ياسمين بغينا البوردو في الموكاسان وبغينا الموطارد، حيت هاد لا كوليكشن اللي ديجا حاطه دابا ما فيهاش لا البوردو لا الموطارد. هانتوما البنات ها الموطارد، ها هو الموطارد اللي كيوصيوني على الموطارد، ها هو البوردو. راه مركزه معكم من كتجيو تبقاو تقولوا لي ياسمين هاد اللون ولا هاد الديزاين ولا هاد الموديل، راه كنركز في الاسئله ديالكم وفي المتطلبات ديالكم. يعني من كنبغي نعاود نجيب السلعه كونوا هاني، راه كنفكر فيكم ديما، ومن كنبغي يعني ندوز شي كوموند كندير في بالي الناس اللي جاوا وصوني علاش وصوني. وكيف كنقول لكم ديجا راه عندكم نمرتي الواتساب، اي تساؤل عندكم هذيك نيميرو بيرسونيل يعني غنجاوبكم انا نيشان، وهذيك النمره هي اللي عندي يعني ماشي دايرها غير الماغازان، ديك النمره شي بيرسونيل. مرحبا بكم، راكم خواتاتي وحباباتي وبيكم كيف كنقول لكم دائما بيكم باش مستمرين، يعني نتوما على راسي قلت لكم. يعني دائما في شاك كوموند راه كندير في بالي
المتطلبات ديالكم. ونكمل معكم بالنسبه للالوان، كيف قلت لكم راه كاين البوردو وكاين هذا الغوز بيبي، هذا ديجا عندي في الموكاسان اللي كتبت لكم قبل، راه هو لابان لكم، ولكن هذاك سيمي كوير. وكاين بزاف الناس كيفضلوا الموكاسان اوندا، حتى هما بيان سور عليهم حق، كيف كنقولوا عليهم حق علينا اننا نوفروا لهم داكشي اللي بغاو. ها هو اوندا، حتى هو فيه الغوز، وكاين حتى الباج، الباج ديجا راه مطلوب ديما باس بارسو، الكراميل حتى هو راه مطلوب ديما باس بارسو، والنوار حتى هو، وميم هاد لو غوز البنات راه كيجي مع كلشي، وهاد الموطار حتى هو راه تلبسيه مع كاع الالوان، الخزي، الماغون، النوار، البيج. قولوا لي شنو اللون اللي في نظركم ما يجيش مع الموطار؟ انا بعدا بان لي انه يجي مع كلشي. الكرون حتى هو راه لا طوندونس، وحتى هو راه كيمشي مع كلشي. وهانتوما البنات ديجا راني لبست لكم فيه الموطار، شفتوا؟ وما نعاودش لكم، حتى هو بيان سور كونفورتابل وبزاف. وبالنسبه للثمن البنات، هذا كيبقى 170 درهم، 3400، ثمن زوين بزاف بزاف بالنسبه لهاد لا كاليتي د هاد الموكاسان اللي نورمالمون خاصو ماشي خاصو يكون، يعني غادي تلقاوه ب 200 220 درهم. حنا ضروري كنديروا لكم واحد الثمن اللي زوين وناقص، يعني علاش على باش ممكن تلقاوه 170 درهم. وبالنسبه لي بوانتور راه فيه من 36 41 على قولة الله اكبر. نكمل معكم البنات، نتمنى تكون لا كوليكسيون اللي وريتكم اليوم نالت الاعجاب ديالكم. خليوا لي ارائكم بيان سور، قولوا لي كيفاش جاتكم. حاولت انني نجيب داكشي متنوع باش نرضي جميع الاذواق ديال الناس اللي عندي هنايا في لاشين، ولا في انستغرام، ولا في الماغازان بيان سور. وديجا كنت قلت لكم كو غنبارطاجي معكم حتى نمره الفيكس، حيت قليل فين كنحطها حيت ما حافظهاش. هانتوما البنات، هذه هي نمره الفيكس ديال الماغازان، 05 22 91 45. هذه خليوها عندكم حيت سيغتان طون تقدروا ما تلقاونيش ديسبونيبل، ولا ما نجاوبش، نكون هكا في الزنقه، ما كنبغيش نجبد التليفون ولا اي حاجه بحال هكا. خليو عندكم هاد النمره احتياط ديال المحل، لا بغيتو تعيطو هكا للدراري نيشان. وبالنسبه لنمرتي انا، ها هي 06 87 37 98 96. اي وحده عجبتها شي حاجه ما ترددش انها تدوز معايا لا كوموند في النيميرو ديالي واتساب بيان سور، وكنجاوب بيان سور. واخا هانتوما كنجاوب من 10 ديال الصباح، قولوا 10 ل 10 ونص حتى 7 ونص 8 العشيه، سي بون. حيت نقول لكم علاش، انا كنهضر لكم دابا على توقيت الكونفينمون، ابتداء من غدا ديك الساعه نقول لكم عاوتاني شنو بوسيبل. مين كنكون في الماغازان كنجاوب، مين كنكون خارجه على الماغازان كنحاول نخلي لا ميساج ديال لي كوموند نولي. ديجا راه واحد السيده جو بونس كتشوف لا فيديو ديالي كانت صيفطات لي ميساج وقريتو وما بقاش عندي ماركي نولي، ونسيت لها لا كوموند حيت قريتو ديك الساعه انا في الدار، قلت لها صافي اوكي، ولا قلت لي من جمعت لي كوموند مشات من بالي. داكشي علاش كنحاول ديما اي كوموند عندها علاقه بالمحل نخليها حتى نكون في المحل ونكون ديسپونيبل، باش غير نقرا نجمع لك لا كوموند ديالك، سي بون، غير نقرا نجمع لك لا كوموند ديالك نيشان. ونتمنى تكونوا فهمتوني، واي وحده بيان سور معايا هنا مرحبا بها عندنا، سواء في الماغازان سواء لا ليفريزون، راه كنديروا لا ليفريزون المغرب كامل. واللي بغات تجي عندنا الماغازان، هانتوما البنات على الادريس جوهرة سيدي مومن اون فاس مع جامع جوهرة، القيصرية يعني ديال جوهرة، الدار البيضاء الكبرى. دائما ما تنساوش تخليو لي شي جام زوينه، وتخليو لي شي كومونتير زوين بحالكم، وما كرهتش بيان سور شي بارطاج من عندكم للحباب باش هما يشوفوا لاشين ديالنا ويستافدوا من السلع الزوينه اللي كنجيبو. وهذا ما كان البنات، شكرا لكم كاملين وحده وحده، بسلام عليكم وتصبحوا على خير.